ازيكم جميعا، ايه الاخبار؟ انا طبعا مبسوط جدا بوجودكم معايا النهارده، وان شاء الله يعني تكون فيها اضافه ليكم باذن الله. انا اسمي محمد فاضل، Penetration Testing Team Leader at Security Meter. يعني دي بايو عني سريعه، انا ما بحبش اتكلم عن البايو، بس يعني انتروداكشن بسيطه. هنتكلم النهارده في كذا حاجه. هنبدا باجنده ان احنا نتكلم عن التليكوم سكيورتي او تليكوم ثريتس عامه. طبعا التليكوم سكوب كبير جدا، الاتاكس فيه كتيره جدا، فاحنا هنتكلم النهارده عن جزء من الاتاكس دي. فالاول هنستعرض الثريتس كلها، وبعد كده هناخد انترودكشن. الانترودكشن هتطول معانا شويه، هتبقى تكنيكال انترودكشن مهمه عشان من خلالها نبتدي نفهم الاتاكس اللي هنتكلم عليها. هناخد انترودكشن وبعد كده نتكلم عن حاجه اسمها الاي ام اس والفولتي والفايب، وبعد كده نتعرف على حاجه اسمها السيب ترانك والسيب انتر كونكت، وبعد كده نتعرف عن حاجه بقى اسمها الريد بيل والبلو بيل. يعني انترودكشن سريعه يعني، او الريد بيل هي الرياليتي الحقيقه، والبلو بيل هي عالم الوهم. وهنتكلم على الريل لايف سيناريو انا قابلته. طيب التليكوم ثريت فيكتورز زي ما احنا شايفين هي كتيره جدا ومختلفه في التليكوم على حسب البروتوكولز المستخدمه. يعني في اتاكس خاصه ببروتوكولز زي الاس اس 7، اتاكس خاصه ببروتوكولز زي الجي تي بي، الرام، الاي ام اس، الاي ام اس نتورك يعني، والسب والدايمتر اتاكس. ففي اتاكس كتيره جدا. اللي احنا بنتكلم عليه النهارده هو الاتاكس الخاصه بالاي ام اس والفولتي واي حاجه ريليتد للفويب. طيب انا حابب الاول ابدا كده بانترودكشن. طيب هبدا كده سريعا بانترودكشن. ايه اللي بيحصل لما بنيجي نعمل مكالمه؟ منها هنعرف الاتاك بتاعنا فين، يعني السكوب اللي احنا بنتكلم عليه فين. زي ما قلنا التليكوم سكوب كبير جدا، فلازم الاول نحدد احنا بنتكلم فين. الرسمه اللي قدامنا دي رسمه مشهوره جدا، لو حد فيكم تليكوم انجينير اكيد شافها قبل كده، بتتكلم عن ال 2 جي وال 3 جي وال 4 جي تكنولوجيز. حلو. انا اللي احنا بنتكلم عليه النهارده احنا مش مهتمين بكل الكومبوننتس دي، احنا بنتكلم على اتاكس ريليتد لي كومبوننت هيتضاف للكومبوننتس دي. بس احنا الاول محتاجين نتعرف الكومبوننتس دي لازمتها ايه. اللي فوق الجزء اللي فوق بيمثل السيركت سويتش كور اللي هي 2 جي نتورك، جي اس ام نتورك. ومن اول 3 جي اللي هو الاورنج، وده الباكت سويتش كور، وبعد كده ال 4 جي كور. طيب الغرض من الرسمه دي ايه؟ نبتدي نشوف انت لما تيجي تعمل مكالمه، انت المكالمه بتاعتك يا بتروح في حاجه من دول. بس مين هنا في مصر حاليا المكالمه بتاعتك بتروح من خلال ال 2 جي نتورك اللي هي السيركت سويتش نتورك. ال 3 جي وال 4 جي مين اللي هنا تيل ناو اونلي فور داتا، بس عشان اقدر ان انا اكسس الانترنت اشتغل على الداتا فقط. لكن الفويس لحد دلوقتي بترانسفير ايه؟ اوفر السيركت سويتش كور او ال 2 جي نتورك. ال 2 جي نتورك بتشتغل ببروتوكولز كتير، منها اكيد سمعتوا عنه اللي هو الاس اس 7 بروتوكول ستاك. تمام؟ الاس اس 7 هو ممكن نقول هو مش بروتوكول واحد، هو مالتيبل بروتوكولز وليه اتاكس كتيره خاصه بيه. بعد كده طبعا ابتدت الداتا بقى تدخل، تقدر تفتح من موبايلك انترنت عادي عن طريق بقى 3 جي او 4 جي. وطبعا حاليا 4 جي هو اللي احنا بنستخدمه واللي هو المور سبيد والريلايبل يعني. طيب فانت لما تعمل المكالمه بتاعتك في الاخر هتروح من خلال ايه؟ ال 2 جي. طيب تعال نتكلم بقى على كول فلو. لو انت واقف في مكان فيه 2 جي كفرج، المكالمه بتاعتك زي ما قلنا بتروح لل 2 جي نتورك. لو انا في 3 جي كفرج، 3 جي كفرج زي ما قلنا 3 جي مش بترانسفير فويس، هي داتا. ففي الاخر هيحصل لي داون جريد لل 2 جي، بس دي بتحصل ببروسيس معقده شويه يعني. لو 4 جي كفرج بقى، وده المهم اللي احنا بنتكلم عليه النهارده، في كذا حل. ال 4 جي زي ما قلنا للداتا بس، لكن احنا عايزين نستفيد بيه ان احنا ننقل عليه فويس. عشان ننقل عليه فويس محتاجين نضيف له كومبوننتس. فقدامنا الاربع طرق دول، دي طرق من خلالها ممكن ابتدي انقل فويس على ال 4 جي. لو رجعنا تاني عشان بس نبقى واخدين بالنا، ال 2 جي هو الوحيد اللي كونكتد
بالبي اس اي نتورك، بالنتورك اللي اقدر من خلالها تنسفل المكالمات، لكن حاجه زي الفور جي اتس نوت كونكتد تو التليفون نتورك، او مش كونكتد بالنتورك بتاعت الفويس اصلا، هي كونكتد بايه؟ بالانترنت. عشان كده بقدر اوصل للداتا. طيب انا لو عايز انقل فويس على الفور جي محتاج اعمل ايه؟ قدامي حل من الحلول دي. اول حاجه استخدم حاجه اسمها الفولجا، الفويس اوفر ال تي اي جينيريك اكسس، بس هي مش يوز دلوقتي، كانت تكنولوجيا يعني مش ناجحه. اللي شغال عندنا في مصر هي السي اس اف بي او السيركت سويتش فول باك. لما تيجي تعمل كول اكيد لاحظته، وانت فاتح الفور جي تلاقي الفور جي فصل او ما بقاش فيه انترنت او تلاقيه قلب سي جي، ده من خلال السيركت سويتش فول باك، وده اللي مستخدم حاليا دلوقتي. او بقى ان انا استخدم حاجه اسمها الفولتي، الفويس اوفر ال تي، وده انك بتنقل فعلا الفويس على الفور جي نتورك، بس بتضيف عليها حاجه اسمها الاي ام اس. تمام، هنتعرف طبعا على الاي ام اس. الاي ام اس هي نتورك فيها ابلكيشنز كتير. هو الفولتي هو ديبلويد في مصر هنا، بس لسه مش كوميرشالايز، لسه ما بقاش للناس تستخدمه، لان محتاج ديفايسز بتسبورت الفولتي كولز. تمام، والاس ار في سي سي دي تكنولوجي كده، لما اجي اعمل كول بقى، لو انا طبقت فولتي وشغال على كول وجيت نقلت من مكان ما فيهوش تغطيه 4 جي، دي بتخليني انقل ارجع تاني لل 2 جي، مفيش مشكله. طيب طبقا للرسمه اللي احنا قلناها دلوقتي، من غير اي كومبوننتس ال 4 جي ما تنصفش، ما تنقلش فويس. تمام، انا عايز اكد على النقطه دي. عشان تنقل فويس محتاج الكومبوننت زي ما قلنا، ايه اسمه؟ الاي ام اس. تعالى نعرف اكتر بقى عن الاي ام اس. طيب الاي ام اس هو تكنولوجي مش نتورك، مش جديده يعني، بقى لها زمن بتستخدم في تكنولوجيز كتير، بس بدات تظهر اهميتها اكتر في وجود ال 4 جي، لان خلال بقدر اترانسفير ابلكيشنز كتير، تستخدم في ابلكيشنز كتير باي اني اوبريتور. يعني مثلا اوبريتور معين عايز يقدم ابلكيشنز زي مثلا فويس فيديو كونفرنس، يبتدي من خلال الاي ام اس يقدر يقدمها للكلاينتس بتوعه. فالاي ام اس بتخليني ان انا اقدر احول ال 4 جي من مجرد داتا نتورك لفويس نتورك كمان. طيب طبعا الاي ام اس هي اي بي نتورك، بتقدر تديني تكنولوجيز كتير. ممكن ال 2 جي و 3 جي كونكت على الاي ام اس نتورك، الانترنت تقدر تديك سيرفيس انترنت، السيرفيس زي ال 5 جي وال 4 جي برضه يقدروا يتقدموا في الاي ام اس. الاي ام اس فيها كومبوننتس كتيره جدا، بس مين اللي احنا بنتكلم عليها؟ لسبب ان هي فيها بروتوكول مهم جدا، هو بروتوكول السب. تمام، اللي بيبتدي ان هو يكنترول الكولز بقى، لان احنا بنتكلم هنا عن واحد ابلكيشن واحد بس من ابلكيشنز الاي ام اس، واللي هو الفويس. طيب لو احنا بسطنا الاي ام اس لتو كومبوننتس بس، هنقول ان الاي ام اس هي عباره عن ميديا جيت واي وسيب سيرفر، ده طبعا على سبيل الافتراض يعني، لكن هي كومبوننتس اكبر من كده بكتير، بس كل واحد من دول ريسبونسبل لحاجه. لو لاحظت هتلاقي ان الاي ام اس اصلا كونكتد بالبي اس ان نتورك، يعني كونكتد بالفويس نتورك، فمن خلالها اقدر ان انا الاوبريتور يقدر انه يقدم سيرفيسز تكوميونيكيت مع السيلر نتورك. هي دي الفكره، ان انا عندي الاي ام اس بتقدر تكوميونيكيت مع الفون نتورك، وعندي الفور جي مش بيكوميونيكيت مع الفون نتورك، اقدر من خلال الاي ام اس اخلي الفور جي كوميونيكيت مع البي اس ان نتورك. طيب في كومبوننتس كتيره جدا، انا هتكلم على بعضها. اول حاجه الام جي سي اف، اللي هو تاني واحد هنا، الام جي سي اف ده ريسبونسبل ان هو يحول السيجنالنج بروتوكولز. يعني ايه؟ زي ما قلنا الاي ام اس هي اي بي نتورك شغاله بروتوكول اسمه السب، والاس 7 نتورك شغاله بروتوكول زي مثلا الايزوب. ف عشان يحصل الترانسفير ده، لو انا مثلا بعمل عايز اقدم سيرفيس كول من على الاي ام اس، حد يعمل كول عشان احولها للاس 7 نتورك، محتاج ان انا يبقى عندي كومبوننت يقدر يفهم سب ويقدر يفهم برضه في نفس الوقت ايزوب. هو ده الكومبوننت الام جي سي اف. والميديا جيت واي ده ريسبونسبل ان هو ترانسفير الفويس بقى، يحول الفويس من الار تي بي اللي هو الاي اوفر اي بي فويس للسيركت سويتش فويس البي سي ام. طيب الكومبوننت الاتش اس اس ده الداتا بيز اللي هو هنا، دي الداتا بيز اللي بيكون جواها السبسكرايبر انفورميشن وات ايفر السيرفيس اللي هو بيستخدمها. والام ار اف بيكون بستخدمه لو انا عايز اعمل ابلكيشنز زي الكونفرنس كولز والانونسمنت وغيره.
طيب في كومبوننتس ثانيه طبعا زي حاجه اسمها السي اس سي اف او كول سيشن كنترول فانكشن. ده بيكون بيقوم بثلاث ادوار في الاي ام اس نتورك: السي سي اف والاي اس سي اف والبي سي اس سي اف. كل واحد منهم ليه دور. مني هو ببساطه هو عباره عن سيب بروكسي. يعني ايه سيب بروكسي؟ هنعرف عنه دلوقتي لما نتكلم عن الفويب. بس ببساطه هو سيرفر بيقدر من خلاله انشيت كولز من خلال السيب بروتوكول. هنعرف اكتر برضه عن السيب بروتوكول دلوقتي. طيب وفي كومبوننت مهم اللي هو هنتكلم عليه النهارده في الاتاك اللي احنا هنتكلم عليه اللي هو الاس بي سي السيشن بوردر كنترولر. وده اللي بيبقى موجود على الايدج. لو لاحظنا في الرسمه هنلاقي ان الاس بي سي هو الايدج مع الانترنت. لو بنفكر سكيورتي ده اول ريسك ان في حاجه بتكوميونيكيت مع الانترنت على طول. مين؟ الاس بي سي. هنعرف دلوقتي ايه الاتاكس بتبقى موجوده في الاس بي سي دي. طيب من الحاجات اللي انا عايز اقولها المهمه الاس سي اس سي اف ده مني الكومبوننت اللي بيحول بقى الكولز او الفيديو كولز او ايا كان الابلكيشن اللي على الاي ام اس. يا اما بيحول الكولز لو انا جات لي كول على الاي ام اس بحولها يا اما تو الاس سي نتورك يا اما تو انذر اي بي نتورك من خلال حاجه اسمها الاس بي جي والام جي سي. طيب الاي ام اس ابلكيشنز كتيره بس انا مهتم بابلكيشن معين واللي هنتكلم عليه النهارده هو السيرفيس انتر كونكشن. طيب انتوا عارفين ان الاوبريتورز مزود الخدمه اتصالات فودافون وبنيل كل دول بيكونوا متوصلين ببعض على مستوى العالم. يعني مثلا ممكن نلاقي اوبريتور في مصر متوصل مع اوبريتور بره مصر متوصلين مع بعض عن طريق انتر كونكشنز. فالاي ام اس بتديني طريقه ثانيه للانتر كونكشن. كنا الاول بنكونكت مثلا بالاس 7 نتورك فقط مثلا نعمل انتر كونكشن من الاي بي اكس نتورك. لكن دلوقتي ممكن تكونكت الاي ام اس تعمل سيرفيس انتر كونكشن من خلال الاي ام اس. ده بيظهر ريسك جديد وده اللي هنتكلم عليه النهارده الريسك اللي بيبقى موجود في الانتر كونكشن الخاص بالسب. طيب زي ما احنا باضافه الاي ام اس زي ما احنا شايفين على اليمين لما اضافت الاي ام اس ادت كابابيلتي للفور جي نتورك ان هي تكومينيكيت مع الاس 7 نتورك. يعني اقدر من خلالها اعمل كولز. تمام. طيب ايه علاقه الفويب بالموضوع؟ زي ما احنا قلنا الاي ام اس هي اي بي نتورك ولو انا عايز اترانسفير عليها فويس بحتاج اشوف بروتوكول يقدر ينقل فويس اوفر اي بي اللي هو الفويب. البروتوكول اللي بنتكلم عليه دلوقتي هو السب. في تو بروتوكولز للفويب او تو ستاندردز الميل اللي احنا بنتكلم عليه السب. السب يستخدم ان انا اقدر ان انا اعمل كولز اوفر اي بي طبعا باستعانه ببروتوكولز ثانيه زي الار تي بي. طيب ده شكل السب ستاك زي ما احنا شايفين هو اوفر اي بي نتورك لاير اي بي وفوق الترانسبورت لاير بيتقسم لجزئين السب اللي بيكونترول وبينيشيت الكول وبيقفل الكول بيبقى يا اما شغال على يو دي بي او على تي سي بي. طبعا ان السب يشتغل على يو دي بي ده اصلا ريسك هنعرف دلوقتي ليه. والجزء الثاني الخاص بقى بالفويس يعني مني عشان تعمل اي كول على السب محتاج ان انت تبدا الكول من السب بروتوكول وبعد كده تنقل يبتدي بقى الفويس يتبعت. الفويس يتبعت عن طريق الار تي بي او الار تي اس بي والار تي سي بي ودول مني رانج اوفر يو دي بي. طيب ده سيمبل كده الكول. طبعا احنا عايز احدد نقطه مهمه جدا. احنا دلوقتي بنتكلم على الفويس كولز اللي هتتم اوفر اي بي اللي انا بقوله دلوقتي ممكن يتم جوه انتربرايز في شركه عادي في تو سيسكو فونز بيتكلموا بعض ممكن يتم في الاي ام اس ممكن يتم خلال الفولتي لو موبايلين بقى بيتكلموا بعض لو الفولتي متطبق. طيب الكول بتتم ازاي؟ البدايه اللي عايز يتصل بيبعت حاجه اسمها انفايت ريكوست. حلو؟ بيكون جواها الادرس وبعض الاوبشنز هنشوفها دلوقتي. ولو الطرف الثاني يستقبل الكول بيرد باوكي وبعد كده طبعا دي مختصره شويه عن اللي بيحصل في اكستشينج ثاني بيحصل وبعد كده بيرد باكنولج وبعد كده بيبتدي الاوديو الجزء اللي فيه الاوديو ده بيبتدي بقى الار تي بي يشتغل. يعني الجزء اللي فوق ده هو السب بيبتدي بقى الار تي بي ينقل الفويس وبعد كده اللي عايز يقفل المكالمه بيبعت باي ريكوست. تمام. طيب ده شكل ليها تاني بس مفصل اكتر. دي كول بتوين تو سب بروكسي. زي ما قلنا السب بروكسي هو السيرفر اللي بيقدر يفورورد الكولز من خلال السب وبيقدر من خلاله يعمل كولز. يعني لو اتكلمنا على بنك معين مثلا بيكون عنده سيب بروكسي. السيب بروكسي ده بيكون كل التليفونات في البنك متصله بالسيب بروكسي وبقدر من خلال السيب بروكسي اكلم زميلي في البنك او عايز اكلم حد بره بقى. دي اللي هنتكلم عليها لسه حاجه اسمها الترنك. طيب لو قلنا يوزر ايه عايز يكلم يوزر بي
يوزر ايه شايف بروكسي ويوزر بي شايف بروكسي، والتو بروكسيز دول كونكتد مع بعض هنشوف ازاي بطريقه حاجه اسمها انتر ترانك. يوزر ايه بيبعت انفايت ريكوست، لو خدنا بالنا هنلاقي ان الريكوست قريبه من الاتش تي تي بي ريكوست صح، السب بروتوكول تركيب قريب من الاتش تي تي بي، وده اللي بيخلي الاتاك سيرفيس فيه مش صعب، ممكن تقدر انت تكسكيوت اتاك بسهوله. وطبعا زي ما قلنا انك تعمل اتاك بسهوله على حاجه بتكون ريسكي اكتر، كل ما الحاجه تبقى سهله ان نعمل عليها اتاك كل ما تبقى ريسكي اكتر لايكلي هود. طيب فبيبعت انفايت الاول للبروكسي، البروكسي الاول بيرد عليه ببروكسي اوثرايزيشن ريكوايرد، يقول لازم تعمل اوثنتيكيشن. السب هو تشالنج ريسبونس، فالريسبونس اللي جالي ده يكون جواه هيدر اسمه بروكسي اوثنتيكيت، وجواه بعض البارامترز حاجه اسمها رولم ونانس وبعض البارامترز الثانيه دي، من خلالها انا باخد البارامترز دي وابتدي ابعت انفايت ريكوست ثاني. البارامترز دي زي النانس ده ببتدي اعمل لها هاشنج بالباسورد بتاعي وابتدي ريسبوند عشان اقدر اثبت ان انا اوثنتيكيتد. فباخد البارامترز بتاع اللي في الهيدر بروكسي اوثنتيكيت، وبعد كده ببعت انفايت ثانيه. الانفايت الثانيه دي بتبقى لو خدنا بالنا في هيدر الضاف اسمه اوثرايزيشن، دي خلاص الريكوست لو انا فعلا اوثنتيكيتد يعني ليه اوثرايزيشن ان انا ابعت الكول، هيخليني ابعت الكول وهيبتدي هو السب بروكسي يبعت الانفايت بقى للسب بروكسي الثاني. انا عايز حد يلاحظ ملاحظه هنا، لاحظ اللي حصل، انا بعد ما عملت اوثنتيكيشن بعت الانفايت، البروكسي بعت انفايت البروكسي الثاني على طول. في حد ملاحظ حاجه هنا؟ في مشكله هنا، حاجه ممكن تكسبوز ريسك او حاجه ممكن تخلينا نفكر ان احنا نعمل اتاكس معينه. مفيش اوثنتيكيشن. اول حاجه نلاحظ ان البروكسي بعد ما اثبت ان انا اوثنتيكيتد بعت انفايت على طول للبروكسي الثاني. البروكسي الثاني رد قال لي تراينج، يعني الكول بدات، يعني بدا ان هو فعلا يقبل الكول مني. فنلاحظ ان مفيش اوثنتيكيشن بين بروكسي 1 وبروكسي 2. طيب تراينج دي بتوصل معناها انه بيحاول يوصل للتارجت، وهتلاقي البروكسي الثاني لما استلم الانفايت بعت ليوزر بي وابتدى بقى الاكستشينج. طبعا في خطوات انا شلتها شويه زي اكنولوج كتير، بس المهم الفويس بقى بيبدا، واللي عايز يقفل الكول بيبتدي يبعت باي. تمام؟ في اي مشكله؟ طيب ده يوصلنا بقى المفهوم اسمه السب ترانك. السب ترانك انت من خلال السب ترانك تقدر تكونكت مثلا كاوبريتور او كبنك، مثلا عندك كذا فرع عايز تكونكت الناس اللي عندك عندها سيسكو فونز عايز توصلها بفرع تاني عنده سيسكو فونز وبروكسي، بتعمل ما بينهم ترانك. او التطبيق الشهير يعني اللي ممكن يجي اوبريتور، الاوبريتور ده يكون عنده اي ام اس نتورك، من خلالها يبتدي يعمل سيب ترانك ما بين فروع مثلا لبنك معين او فروع لشركه معينه، حلو، عشان يقدر يقدم مثلا الشركه دي خدمات، منها ان هو يقدر يعمل كولز. يعني تعال ناخد مثال كول سنتر ايجنسي. كول سنتر ايجنسي دي بتاع عايزين يعملوا كولز لارقام بره، فممكن يشتركوا مع اوبريتور، الاوبريتور يعمل ما بينهم وما بينه سيب ترانك، ما بين البروكسي اللي عندهم او اللي بنسميه الاي اس بي سي والاس بي سي اللي في الاي ام اس، يعملوا حاجه اسمها ترانك، وساعتها تقدر الكولز تطلع من الاورجنايزيشن تروح بقى للوات ايفر الابلكيشن بتشتغل عليه زي البي اس تي ان، فتقدر تعمل كولز. فانا اقول طبعا عشان نبقى فاهمين النقطه دي، الاي ام اس هنا دي في الاوبريتور، ودول فرعين لبنك او فرعين لشركه، من خلال سيب ترانك يقدروا يكومنيكيتوا مع الاي ام اس، والاي ام اس بقى توديهم لاي مكان، ممكن تبتدي توديهم للبي اس تي ان نتورك، ممكن يبتدوا يعملوا كولز لاي مكان. طيب في نوعين من السيب ترانك، يا بيبقى اوثنتيكيتد يا بيبقى ان اوثنتيكيتد. طيب مفهوم تاني السيب انتر كونكت، احنا طبعا المفاهيم دي محتاجينها دلوقتي عشان نبتدي نشوف الاتاكس اللي بتحصل. السيب انتر كونكت بيبقى على لير اكبر شويه، مش بيبقى ما بين اوبريتور وشركه مثلا او اوبريتور وبنك، بيبقى بين بتوين الاوبريتورز، ممكن يبتدوا يوصلوا الاي ام اس ببعض عن طريق السيب انتر كونكت. طيب ده عن طريق كومبوننت الاي اس بي سي انتر كونكت اس بي سي، بيبتدي مثلا اوبريتور 1 في بلد معينه يكونكت من خلال انترنت باوبريتور 2 في بلد ثانيه، رغم ان الكوت سيب
يبقى الغرض من الانتر كونكشن ده ان الاوبريتور مثلا لو حد عايز يعمل كول من بره يبتدي من خلال انتر كونكت الترمينيت في بلد ثانيه. طيب نيجي بقى النقطه المهمه عندنا الديسيشن. احنا دلوقتي اتكلمنا عن البروتوكول وعرفنا ان احنا عندنا السيب بروتوكول وبيشتغل اوفر اي بي وبقدر من خلاله اعمل الكولز. الموضوع بسيط جدا وباين انه سهل، وان انا انقل الكولز من على السيركت سويتش للباكت سويتش واخليها اوفر اي بي ده كويس جدا. بس تعالوا بقى نشوف هنختار ايه. الاختيار ده بيمثل الحقيقه والخيال. الريد بيل هي الحقيقه، فتعالوا نشوف الريد بيل هتوصلنا لايه. اول مشكله بنشوفها او الحقيقه ان معظم الكونكشنز بتبقى ان انكريبتد، بيبقى السب انسكيور بلين ترافيك وبيبقى الار تي بي بلين ترافيك. يعني ممكن تقدر ان انت تشوف السب ريكويست سواء بقى جوه انتربرايز ما بين انتر كونكت ما بين ترانك، تقدر تشوف السب ريكويست ومنها تشوف النمبرز والاوثنتيكيشن، وكمان تقدر تشوف الار تي بي الفويس وتسمع الفويس كمان، لان معظمها ان انكريبتد. لان معظم الانجينيرز بيشوفوا ان الانكريبشن بتبطئ السيرفيس. طيب مين الحل لحاجه زي دي؟ ايه؟ ان تطبق سيب اوفر تي ال اس، او تطبق طبعا اس ار تي بي، او تستخدم اي بي سيك تانلز. اوكي؟ ده اول ريسك، وللاسف احنا بنشوفه كتير جدا كتير جدا زي ما قلنا، بسبب ان الانجينيرز ودايما شايفين ان ده هيبطئ السيرفيس لو انا طبقت انكريبشن. تاني ثريت طبعا ده سامبل عن ثريتس مش كل حاجه. التانلنج، النقطه دي مهمه، ان السب زي ما قلنا هو ستاندرد بروتوكول ستاندرد، بس الامبلمنتيشن دايما للبروتوكول ده بيكون متروك للفندرز، يعني كل فندر بيمبلمنت طريقه، فمش كله بيمشي مع البيست براكتسز. فممكن اشتري مثلا اس بي سي او سيب بروكسي من مثلا فندر معين ويكون فيه بعض الفنربيتس او ما يكونش بيعمل فاليديشن على السب هيدرز. لو مش بيعمل فاليديشن على السيب هيدرز او الاس دي بي، الاس دي بي ده الديسكريبشن بروتوكول اللي بيبتدي ابدا بيه انيشيت بقى الفويس، ممكن تستخدمه في التانلينج. يعني تعالى ناخد اكزامبل، ممكن يكون عندي مثلا يوزر في بنك معين مع تليفون، ويوزر تاني في بنك تاني في مكان تاني يعني. ممكن من خلال السيب بروكسي يبتدوا ان هم يعملوا تانلنج، يبعدوا داتا لبعض والداتا دي ما تمرش على اي سكيورتي كنترول. ساعات بتستخدم في روتين اوبريشنز عشان تكسفلتريت داتا، انك تقدر تعمل تانل من خلال السيب والاس دي، بس هي مش شائعه قوي، بس من التكنيكس الكويسه، لان مش دايما بتبقى مونيتورد، وخصوصا لو الانتربرايز اللي انا بتعامل معاه كونكتد بترانك مع الاوتسايد، فساعتها ممكن التانل من الاورجنايزيشن لبره الاورجنايزيشن، ودي ساعتها بتبقى مشكله جدا. التانلنج ده مثلا بيبقى طبعا ان انا مثلا بضيف هيدرز جواها داتا، ببتدي اضيف في الاس دي بي هيدرز داتا، او ممكن يبقى فول تانلنج بقى. ثريد 3 طبعا الانيميليشن والديكشنري اتاك والبوت فورس والباسورد سبراينج، كل دي بتحصل على اوثنتيكيشن. لو انا بتكلم بقى على فويد نتورك جوه بنك مثلا، كل تليفون بيكون ليه باسورد واكستنشن، الاكستنشن ده الرقم، ممكن ابتدي ان انا اعمل عليها ديكشنري اتاك او بروت فورس. وطبعا معظم الامبلمنتيشنز ما بيكونش فيها بروتكشن، ولو فيها بروتكشنز هنشوف دلوقتي ازاي ممكن ابتدي ايفيد البروتكشنز دي. طبعا البروت فورس ده مش بيتم بس على ان انا في اكستنشن او رقم عايز اجيب الباسورد بتاعه عشان اهجاك الايدنتيتي، بيتم كمان على اوثنتيكيت السيب ترانك. لو فاكرين كنا قلنا من شويه ان في عندي الترانك ده بيبقى كونكشن بين تو سيب بروكسيز، فممكن من خلال الترانك ده ابتدي ان انا اعمل بروت فورس عشان اوصل للاوثنتيكيشن لو الترانك ده اوثنتيكيتد، مع ان زي ما قلنا معظم الامبلمنتيشنز اللي شفناها كانت ترانك ان اوثنتيكيتد. طيب الانفورميشن ديسكلوجر ده ساعات بيحصل من جوه الاي ام اس نتورك، ساعات لما بيحصل ايرور معين لو انا بانشيت كول النود اللي فيها الايرور بتريسبوند بهيدر ممكن يديسكلوز النود لوكيشن في الورننج هيدر قدامك. طبعا انا بهايت بعض الحاجات لان دي ريل لايف انفورميشن. ثريد 5 اصلا استخدام السيب اوفر يو دي بي ده ريسك كبير.
طبعا احنا عارفين ان الفيديو دي there's no hand shake, مفيش validation, فكان بي سبوف. فتخيل كده انت بتنشيت كول, فممكن حد يجي سبوف الاي بي بتاعك ويترمينيت الكول, يقفل الكول. ده اتاك فعلا هنشوفه دلوقتي. فلو فاكرين كنا قلنا ان انا بحب ارجع للنقطه دي تاني كل شويه, الترانك والانتر كونكت, بالذات الانتر كونكت بيبقى اوفر انترنت, بيبقى عندي اوبريتور ايه كونكت مع اوبريتور بي من خلال الاس بي سيز بتاعتهم. طبعا قلنا ان هم عاملين امبلمنتيشن اوفر يو دي بي, فكروا في الريسك بوجود الاي بي سبوفنج. هما الاوثنتيكيشن بيقولوا من بعض بتبقى اي بي بيزد اوثنتيكيشن, بس مش بيطبقوا اوثنتيكيشن فعلا. يعني بيبقى مثلا اوبريتور اي مع الاي بي بتاع اوبريتور بي, اوبريتور بي مع الاي بي بتاع اوبريتور اي وخلاص. فطبعا لو السيب اوفر يو دي بي ممكن اقدر اسبوف ريكوست وابعت سيب ريكوست عادي واكلون اي بي بتاع واحد منهم, ما فيهاش مشكله خالص. عشان كده دايما بنريكومند ان السيب اوفر تي سي بي يتطبق. طيب السيب اوفر يو دي بي وصلنا الاتاك اللي هو السيب باي دينايل اوف سيرفيس اتاك او السيب كانسل دينايل اوف سيرفيس اتاك, الاثنين قريبين من بعض. ده الباي ان انا ببعت باي ريكوست, لو في اثنين شغالين في مكالمه ممكن ابتدي ان انا ابعت باي ريكوست عشان ديسكونكت المكالمه توصل لدينايل اوف سيرفيس. هي فيها بارامتر وحيد بس انت محتاج توصل له, هو بنسميه كول اي دي. كول اي دي ده بيكون بارامتر كده راندوم لكل مكالمه شغاله, فانت لو وصلت النمبر ده تقدر ديسكونكت الكول بسهوله. النمبر ده انت ممكن توصل له عن طريق السنيفنج, قلنا معظم الحاجات بتكون ان انكريبتد. معظم السيناريوز اللي احنا شفناها كمان, احنا قلنا ان انا عشان اعمل كده لو الكول مرتبطه بالاي بي اللي بينشيت الكول محتاج ان انا سبوف باليو دي بي. معظم الامبلتيشنز اللي احنا شفناها كان اصلا مش مربوطه بالاي بي كمان, يعني انا مجرد بس ان انا ديسكفر الكول اي دي ممكن اديسكونكت كولز على ناس كتير. وطبعا لو انا بالانيميريشن وصلت الاكستنشنز, لو انا بتكلم على فويد نتورك جوه انتربرايز, او لو نمبرز بقى بتكلم على ارقام حقيقيه في الاي ام اس نتورك, ممكن ديسكونكت كولز. ومع تكرار الريكوست دي مثلا تعال نقول كررناها مثلا 1000 مره في الدقيقه, خلاص هو مش هيساب الكولز خالص. وكذلك الكانسل برضه يمسوا الثانيه, الباي لما انا اكون عايز اقفل الكول, الكانسل لما انا اكون عايز اكنسل الكول, والاثنين بيستخدموا في نفس الموضوع اللي هو الدينايل اوف سيرفيس. طيب نيجي بقى للنقطه المهمه او الريسك الاكبر اللي هو الايدنتيتي سيفت. طيب الايدنتيتي سيفت ببساطه ان انا ممكن اهايجاك الايدنتيتي بتاعت شخص. طبعا حاليا دلوقتي احنا بنعتبر الموبايل ايدنتيتي, صح؟ موبايلك الرقم بتاعك وايدنتيتي ليك. ف الايدنتيتي سيفت انا بقسمها كذا جزء. اول جزء لو انا بعمل الايدنتيتي سيفت جوه انتربرايز نتورك, لو انا في بنك او في شركه ممكن ابتدي ان انا اعمل اسبوف نمبر حد, هنشوف ازاي. بس انا مقسمها لان هي بتختلف من تكنولوجي لتكنولوجي. يعني لو انا جوه انتربرايز نتورك هي ريسكي جدا, ممكن حد في مثلا في بنك ياخد رقم مديره ويعمل كول مثلا, لو انا بتكلم على جوه فويب انتربرايز نتورك, فهي ريسكي بس ايزي تو ميتيجيت, سهل ان انا اصلحه. اروح على السيب بروكسي وابتدي افاليديت الكولز اللي بتجيلي من عن طريق الكونتاكت فاليو هيدر. لو هي ما بين ترانك بقى هنا يبتدي يظهر المشكله. لو ترانك, لو انا عندي بنك كونكتد, او تعالى نقول كول سنتر ايجنسي, بنك عنده كول سنتر تيم كونكتد بترانك مع اوبريتور معين, حلو. زي ما قلنا الترانك ده بيبتدي يحول الكولز من التيم اللي جوه لبره ويجيب الكولز من بره التيم, فممكن يحصل سبوفنج هنا. ممكن بقى اسبوف فيكسد نمبر او موبايل نمبر, لان الترانك بيبقى هدف منه ان انا اقدر الكول سنتر تيم بتاعي يقدر يعمل كولز بارقام خارجيه. مش بتلاقي مثلا لما بتيجي تكلم خدمه العملاء او يتصل بيك تاني, يتصل بيك كلهم من رقم واحد, بيطلعوا مثلا من رقم واحد, هو بيطلعوا من خلال ترانك. الترانك ده بيكون متحدد عليه رقم. فهو طبعا السبوفنج ده ريسكي, بس هو يعني مش ايزي قوي انك تعمله ميتيجيشن. بس الميتيجيشن انت ممكن تعمل فيكسد بايلوت نمبر, رقم ثابت. عشان كده بتلاقي معظم الناس بيطلع لك بنمبر ثابت. اي حد انشيت كول ما يقدرش يغير الرقم, الرقم دايما هيطلع رقم ثابت من خلال الترانك. هنشوف ديمو على النقطه دي. و بتوين بقى الاوبريتورز, ودي اكستريملي ريسكي, هنشوف ليه. وهنتكلم على اللي لايف سيناريو هنا قابلناه. ده بقى ان التاكر يقدر يسبوف نمبر ما بين الانتر كونكت ما بين اوبريتورز, زي اوبريتور بره مصر واوبريتور جوه مصر. طبعا دي فيري فيري هارد تو ميتيجيت, والميتيجيشن بتاعها بيكون
compensating control مش mitigation قوي، يعني بتحاول انت تقلل الضرر، لان لو فكرت انا ما اقدرش ان انا اعمل fixed number. الفكره في الانتر كونكت ان انا اجيب الكولز اللي هتجيلي من بره وترمينيت مثلا في مصر، فما ينفعش احط رقم ثابت، انا عايز الناس اللي تتكلم من بره تتكلم بارقامها فعلا. فالسبوفنج هنا بيبقى البروتكشن بتاعه مشكله. لما نشوف ريلف سنو دلوقتي هتوضح اكتر ازاي السبوفنج بيبقى مشكله ونبص على الدمو يعني. طيب هتكلم عن عمار الدمو دلوقتي. الدمو ده تم هيتم ما بين تو سيب بروكسيز او تو سيب سيرفرز، الاثنين ما بينهم ترانك وفي سيب فونز موجوده. دي ده ديمو بسيط بيوضح السبوفنج من خلال الترانك بيتم ازاي. هنعمل السبوفنج ده ازاي؟ هنشغل تول اسمها سيم سيب، ودي تول ديفلوب بالتيم ديفلوبمنت تيم سكيورتي ميتر، هي اوبن سورس تول هتضاف على جيت هاب ان شاء الله سون يعني. من خلال السيم سيب هقدر ان انا اكوميونيكيت من خلال الترانك مع واحد من السيرفرز دي واسبوف ارقام من الترانك الثاني. يعني انا عايز اعمل كول واخد رقم حد من دول، اقدر ان انا اعمله من خلال الترانك. نشوف ازاي دلوقتي. هي التول واخده الستايل بتاع الميتا سبرايت، دي اقرب للفريم ورك يعني. هنا بنختار الموديولز اللي نشتغل عليها، في كذا موديول للتول زي ما قلنا هتبقى بابلج على جيت هاب. هنستخدم موديول سبوف ترانك. في كذا بارامتر هنحطهم، هنبتدي نشوف ايه البارامترز دي مع بعض. اول بارامتر هو التارجت السيب سيرفر اللي عامل ترانك، وبعد كده البايند اي بي، ده الاي بي اللي انا هلسن عليه عشان استلم ريسبونس من السيرفر، وبعد كده السورس اي بي، ده الاي بي اللي هحطه في الريكوست از سورس، والسورس بورت اللي هي ما بين السيرفر الثاني كترانك، وبعد كده السورس نيم، ده بيبقى في الفويد نتورك كل رقم بيبقى ليه نيم كده بيدنتيفاي. لو انا بتكلم على اي ام اس النيم بيبقى هو النمبر، والسورس نمبر ده الرقم اللي انا عايز اسبوفه، يعني انا عايز اسبوف الرقم ده اللي هو 0.193 ده رقم انا، وعايز اكلم الرقم اللي هو 0.100. بعد كده هبتدي اعمل رن، المفروض كده هيكلم الرقم 0.10,000 ده من 0.100. هنلاقي ان حتى الكول دلوقتي ظهر على الفورم باسم تاني برقم تاني. حد عنده اي سؤال في الديمو؟ اوكي. طيب برضه هنبص على ديمو بسيط لجزء البروت فورس. هنا هنستخدم الموديول ريجستر بروت، ده بيبتدي من البروت فورس اللي انا جوه فايب نتورك وعايز اعمل بروت فورس لفايب اكستنشنز. برضه بعرف الباوند اي بي، انا بعرف باوند اي بي لان احنا الديفولت اوفر يو دي بي، لكن التول هنا بتسبورت يو دي بي وتي سي بي وتي ال اس. بعرف باسورد ليست، عايز مثلا اعمل بروت فورس على الاكستنشن ده او النمبر ده من خلال الباسورد ليست دي. طبعا التاج ده مين اللي بتكلم على فويد نتورك، لو بنتكلم على اي ام اس بقى احنا هنتكلم بشكل تاني يعني. وده الباسورد فاوند اهو. معلش هو السيب ترانك اللي بنتكلم عليه دلوقتي هو مش اوثنتيكيت السيب ترانك، هو اي بي بيز اوثنتيكيشن بس. اكستنشن معينه، اي رقم جوه فايب نتورك. مثلا تعال نقول ان انت في البنك الرقم بتاعك 10 10 مثلا، عايز ابتدي اهجاك الرقم ده، فممكن اعمل بروت فورس على السيب سيرفر بان انا اجرب باسوردات كتير بس مش اكتر. بياخد بيبعت كول، بيبتدي يستلم ريسبونس اللي هو الاوثنتيكيشن، بيبتدي احط باسورد واعمل اوثنتيكيت اريسبوند واحاول انشيت كول او اعمل ريجستر. طبعا بيرد عليا ببروكسي اوثنتيكيشن او سكسس او اوكي لو الباسورد صحي.
ده الباسورد سبين ديمو، هو ببساطه شبه البروت فورس ديمو، بس هنا انا ببتدي اجيب باسورد معين واجربه على ليست اوف اكستنشنز او نمبرز. هنلاقي هنا ان بختار ريجستر سبلاي وبختار الموديولز، ببتدي اعرف باسورد مثلا عايز اجربه على رينج اوف اكستنشنز. لو انا جوه فويد نتورك تعمل مثلا في بنك معين او شركه معينه الارقام بتبدا مثلا من 1000 ل 2000 رينج، فممكن الديفاين رينج في التول بعد طبعا معرف السورس اي بي والتارجت والبايند اي بي، تارجت رينج مثلا اقول له من 1000 ل 2001 مثلا، وابتدي اقول له ران بيشوف لي الباسورد اللي نجح في الاكستنشن دي. قال الاكستنشن 1006 نجح معاه الباسورد تيست 123. نتكلم بقى على الريال لايف سيناريو. ده سيناريو واقعي احنا قلنا بيه في التستنج، كان السكوب بتاعنا ان احنا نعمل اسسمنت ل اس بي سي تابع لواحد من الاوبريتورز. الاوبريتور كان عايز يكونكت الاس بي سي بتاعه في الاي ام اس مع اس بي سي بتاع فيندر تاني بره مصر، فيعمل سيب انتر كونكشن من خلال الانترنت. تمام، فاحنا كنا عايزين نعمل اسسمنت للاس بي سي بتاع اوبريتور 1 مثلا هو في مصر عشان نشوف ايه الاتاكس اللي ممكن تحصل من اوبريتور 2 او من حد يقدر يهجاك الايدنتيتي بتاعت اوبريتور 2. طبعا الموضوع هنا ريسكي لسبب، لان كل الكونكشن بيتم اوفر انترنت، دي المشكله. لو بنتكلم على النتورك بتاعت زمان، مش زمان، هي لسه لحد دلوقتي مستخدمه الاس 7 نتورك، كان انتر كونكشن صعب عشان انت تعمل انتر كونكت بنفسك صعب، محتاج اكسس للتليكوم نتورك. لكن الانتر كونكشنز الاي ام اس اوفر انترنت، يعني الاس بي سي ده واخد بابليك اي بي وتقدر توصل له، تقدر تعمل له سكان. طيب عشان نعمل تيستنج حطينا السيمس فريم ورك على سيرفر بابليك واخد اي بي، وابتدينا او عامه بنعمل التيست ده على تو ميثودولوجيز. اولا بيبقى تيست برودكشن تيستنج، البرودكشن تيستنج ده ببتدي اكت از اوبريتور 2، يعني اعمل انتر كونكشن مع اوبريتور 1 كان انا اوبريتور 2، وابتدي اعمل كولز، اعمل مكالمات، واشوف الاس بي سي والتليكوم نتورك بتاعت الاوبريتور هترسبوند ازاي، هتعمل ايه. الايزوليتد تيستنج بيبقى المرحله الثانيه من التيستنج، وبيبقى ان انا باكت از اوبريتور 1 واز كور نتورك اوف اوبريتور 2 كمان، يعني باكت ان انا اللي هنشيت الكولز من بره وهستقبلها انا كمان بعد ما تعدي من الاس بي سي. الغرض من التيستنج ده اشوف الاس بي سي بيتصرف ازاي مع المالفورمد باكتس، الباكتس اللي هي مالفورمد اللي فيها كوربشنز، لان زي ما قلنا الامبلمنتيشن اوف سيب متروك للفندرز، فساعات لما بتيجي تعمل فازنج في السيب ريكوست او الاس دي بي بتبتدي تسبب ان اكسبكتد بيهيفير زي ما نشوف دلوقتي في الاس بي سي وفي النتورك. تمام؟ طيب انيشالي التست ده بيتم بالموديولز اللي شفناها، ببعض الموديولز طبعا اضافيه، وهنا بيتم باناليسيز موديول كمان اضافي في السيمس فريم ورك، بتبتدي تعمل اناليسيز للريكوستات او الكولز بعد ما تطلع من الاس بي سي، بتشوف ايه اللي طلع، الكولز لما طلعت كانت عامله ازاي، ولما وصلت للسيمس فريم ورك من الناحيه الثانيه وصلت عامله ازاي. طيب تعالوا نشوف الحاجات اللي احنا جبناها في التستنج ده. اول حاجه ما كانش فيه اوثنتيكيشن، ما كانش فيه انكريبشن، نو اي بي سيك تانل، جاست بلين سيب بلين ار تي بي، دي اول مشكله. يعني انتر كونكشن مع اوبريتور خارجي يبقى نو اوثنتيكيشن نو انكريبشن وبلين سيب وبلين ار تي بي اوفر انترنت، ده ريسك كبير جدا لوحده. يعني الكولز اي حد يقدر يشوفها اوفر انترنت بسيطه جدا. كان في بروتكشن معينه اسمها سيب بروتكشن موديول، ده كان متطبق على الاس بي سي، الاس بي سي ده تابع لفندر معين. يعني الاس سيب بروتكشن موديول ده كان الغرض منه ان هو ما يستقبلش اي انفايت ريكوست الا شبه الديفايند عنده، عشان يمنع الاوتوميتد كراولرز على الانترنت او الاوتوميتد تولز انها تبعت ريكوستات دامي كده. بس ديورنج التست لقينا ان بالفازنج، لان احنا عامه بنعمل 7 ميثودز اوف فازنج للسيب، لقينا ان احنا نقدر نبايباس السيب بروتكشن موديول ده عن طريق ان احنا بنبعت له مالفورمد ريكوست. المالفورمد ريكوست دي لما توصل للاس بي سي بيبتدي لو بعت اون ذا سيم تايم ريكوست ثانيه انفايت عاديه هيقبل الريكوست الانفايت،
فكنت محتاج ان انت تتيو، كنت محتاج في النقطه دي ان انت تيون شويه ان هي تبتدي قبل ما تبعت ريكوست تنشيت من الفورم الباكت. الفورم الباكت هو الاس بي سي بياخد تايم انه يعمل لها اناليسز اون ذا سيم تايم، لو بعت ريكوست هيكسبت ريكوست. طيب وطبعا السيب كان اوفر يو دي بي، والنقطتين اللي هنشوفهم دلوقتي كان ايدنتيتي سيفت، طبعا قدرنا ان احنا نجيب ايدنتيتي سيفت وما كانش فيه ريت ليميتنج وبعض الحاجات الثانيه طبعا. طيب الايدنتيتي سيفت كل اللي احنا عملناه ده واحد من السيم سيب موديولز بس قبل ما يتحط في السيم سيب فريم ورك، يعني قدرنا ان احنا نعمل ايدنتيتي سيفت ان احنا نسبوف اي رقم من اي اوبريتورز من فيكسد برايفت نمبر سبيشال نمبر اي نمبر. يعني هنا نلاقي مثلا بقول الرقم ده من الرقم ده، ممكن اسبوف اي رقم واتكلم اي نمبر. كمان انت مش بتقول بس، انت بتقول مش بترينج بس، بتقول وتخش الكول كمان من خلال الرقم ده. طبعا لو فكرنا نلاقي ان ده من منظور الناشونال سيكيورتي مشكله كبيره، انت ممكن تسبوف اي رقم. نشوف اي رقم كمان ممكن يكون كول سنتر نمبر مثلا، زي رقم تابع لخدمه عملاء معينه، رقم تابع لبنك معين، فطبعا ده ريسك كبير. وزي ما احنا شايفين الاتاك الاكسكيوشن بتاعه مش صعب، الكونكشن على الانترنت بس وحد اوير بالسب بروتوكول هيقدر ان هو يسبوف اي رقم. خدتوا بالكم قبل كده من الابلكيشنز اللي موجوده على البلاي ستور او على جوجل، بتلاقي هنا بتقول لك هعمل كول من برايفت نمبر، تبقى نفس الطريقه، بس هنا الفرق ان مش بتكول بالبرايفت نمبر، انت بتهايجاك نمبر بتاع حد تاني، اي حد عايز تاخد النمبر بتاعه بتقدر تعمل الكول من خلاله. طيب لان احنا كنا قادرين هنا ان احنا نسبوف نهايجاك يوزر ايدنتيتي بتاعت اي نمبر من اي اوبريتور بره مصر وجوه مصر، طبعا اللي بيهمونا هنا هم اللي جوه مصر، السكيورتي اللي هيتم على جوه مصر. وممكن تتكلم عن انون برايفت اني شورت نمبر، وممكن تخش فول كول. طيب عشان اميتيجيت اصلح الموضوع ده اعمله ازاي؟ اول حاجه انا الاس بي سي ده انا جايبه ليه في مصر؟ عشان يستقبل الكولز من بره. يبقى اول حاجه اخلي الاس بي سي ما يقبلش اي كول بتبدا بزيرو بلس 20، مش ده الرقم كانتري كود، مش عايز اقبل كول بالرقم ده طبيعي. بس في مشكله، حد عارف المشكله دي ايه؟ لو انا عملت ليميت منعت اي رقم اي كول تجي لي ببلس 20 لو رومنج نمبر، هي المشكله ان هو لو رومنج نمبر، يعني لو رقم، عارفين الرومنج نمبر الرقم اللي انت بتتكلم بيه من بره، لو هو رومنج نمبر انا كده همنعه. فمحتاج تطبق كذا حاجه، تجيب سوليوشن يبتدي يكوميونيكيت مع الاتش اس اس والاتش الار يتاكد اليوزر ده رومنج ولا لا. بس برضه لسه ستيل في ريسك، ما هو ممكن حد يسبوف حد رومنج، دي المشكله. عشان كده بقول الريسك بتاعها صعب، الميتيجيشن بتاعها صعب. زي ما قلنا ستيل بوسيبل، بس كان بي بروتكتد بقى ببعض الماشين ليرنينج الجوريزم. ازاي؟ ان انا اكلكوليت اليوزر فين؟ من انهي سيل؟ في انهي مكان؟ لو جات لي كول من مكان تاني بعيد جدا في وقت قليل اكيد دي سبوف دي كول، مش كول حقيقيه. طيب عشان لما تجيت زي ما قلنا ده الحل، او ممكن انت تاخد البلو بيل، ودي اللي بيعملها معظم الانجينيرز، يعني ان انت تبتدي تخش في عالم الخيال وتقول ان ايه ما فيش اي حاجه من دي هتحصل. طيب الاتاك الثاني قلنا ان احنا باستخدام الديدوس موديول او الدوس موديول في السيم سيب ان احنا ننشيت كولز كتيره من نفس الرقم. لو بحس ان انا تلاقي داخل كونفرنس كول مع نفسي يعني خمس مرات، ممكن تكتر عن كده، وفي اللحظه دي الفول ما بقاش يكسبت كولز اصلا، خلاص بقى بيزن. برضو ان انت انك تريمت الريكوست السبيسيفيك نمبر ده الميتيجيشن، او ان انت برضو البلو بيل. طب قبل ما ناخد البلو بيل نعرف هي بتعمل ايه؟ سريعا بس اتكلم عن السيم سيب فريم ورك. زي ما قلت لكم هي هتبقى بابلشد على جيت هاب، بتسبورت سيب اوفر يو دي بي وتي سي بي وسيب اوفر تي ال اس، وبتعمل كل السيب اتاكس، ليها كذا مود، الفويب والانتر كونكت والترانك مود، وبتاتاك كمان الاي في ار سيستمز. طيب البلو بيل دي معظم الناس بتعملها للاسف، يجي ببساطه مش انا عندي اوبريتور 1 واوبريتور 2 الاثنين كونكتد بالانترنت، خلاص هديبلوي اي بي سيك تانل ما بين اوبريتور 1 واوبريتور 2، محدش يقدر من الانترنت يعمل حاجه، صح؟ بس لو فكرنا يعني هتلاقي ان من ناشونال سكيورتي برسبكتيف انا مش هقدر اترست الاوبريتور. في الاخر انا لو عندي عايز اترمينيت الكولز اللي جايين من بره مصر، عندي في مصر وحد يقدر يسبوف رقم مصري، ناشونال سكيورتي دي مشكله كبيره جدا. وطبعا لو قلنا ان انت بتترست الاوبريتور، انت مش بتترست الاوبريتور سكيورتي، ممكن الاوبريتور اللي بره مصر ده يكون السكيورتي عنده ويك، ساعتها ممكن حد يستخدم
يكسبلويت حاجه زي الايدنتي سيفت والباجز اللي شفناها دي بسهوله عشان يقدر يسبب مشاكل كبيره. حاجه زي الايدنتي سيفت دي اعتقد ان المشاكل اللي ظهرت مؤخرا بعض الاتاكس بتحصل على بعض الناس اللي بيتكلموا عن بعض الارقام، ارقام البنك، يلاقي رقم البنك مثلا بيتكلموا يقول له اديني انفورميشن، طبعا هو يترست ان رقم البنك هو اللي مكلمه، دي اول حاجه. فيقف يعني او يبقى الحساب على الاوبريتور ان هو اللي يبتدي ينشر السكيورتي عشان الايدنتيتي سبوفنج مهمه جدا. ثانك يو. يعني لو حد حابب يسال سؤال معين انا معاك. Thank you.